رياح نشطة في سواحل الدمام وجدة وحرارات صفرية في المناطق الشمالية وزخات من الأمطار متوقعة بمشيئة الله في وسط وشرق المملكة، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في المناطق الشمالية، ومن المحتمل أن تصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في بعض المناطق الشمالية من المملكة، تحديدا في ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر من يوم الغد. وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية، هنالك بعض الفرص يوم الخميس بمشيئة الله على أن يكون هنالك بعض الفرص لتساقطات أمطار، ولكن محدودة جدا في المملكة بمشيئة الله، على أن تبقى الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق خلال ساعات النهار من يوم الخميس، وتكون أيضا باردة في ساعات الليل. وأيضا يوم الجمعة من المتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة بمشيئة الله. أما في هذه الليلة وفي العاصمة الرياض، متوقع أن تكون الأجواء هنالك غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 13 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 17 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، هنالك رياح مثيرة للأتربة يوم الخميس والجمعة من 19 إلى 17 درجة مئوية نهارا. يوم السبت تبدأ هذه الرياح بأن تخف شدتها وأن تكون الأجواء نوعا ما غائمة جزئيا لتصل إلى 17 درجة مئوية. أما ليلا تتراوح درجات الحرارة ما بين 11-9 درجات و10 درجات مئوية في ساعات المساء في العاصمة الرياض. أما في باقي مناطق المملكة نبدأها من سكاكا، حيث تكون الأجواء هناك بمشيئة الله من 16 إلى 6 درجات، وأجواء مشمسة في عرعر من 14 إلى 4 درجات، وفي تبوك من 16 إلى 7 درجات مئوية في ساعات المساء. في مكة المكرمة من 27 إلى 17، في الطائف كما نشاهد هنا من 21 إلى 14، في المدينة المنورة من 23 إلى 14، وفي جدة من 25 إلى 17 درجة مئوية، والأجواء تكون مشمسة. في أبها 19 إلى 11 درجة، فرص الأمطار في جازان من 27 إلى 24، وفي الباحة من 19 إلى 13 درجة مئوية بمشيئة الله. في الدمام رياح مثيرة للأتربة من 22 إلى 16 درجة مئوية، في الإحساء كذلك الأمر أجواء مغبرة نوعا ما من 21 إلى 13 درجة مئوية، غيوم متفرقة في حفر الباطن من 17 إلى 7 درجات مئوية. في الرياض أيضا هنالك أجواء مغبرة من 19 إلى 11، في بريدة من 17 إلى 10، وفي حائل أجواء مشمسة من 14 إلى 6 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.